وحدات الديوان الوطني للتطهير التابعة لمنطقة الأغواط في النقاط السوداء داخل المدينة من أجل محاولة فك العزلة عن بعض الأحياء وكذا امتصاص المياه المتراكمة فيها، وهذا بعد التهطل الكبير للأمطار ليلة الجمعة إلى السبت والذي خلف عديد البرك والمستنقعات المائية التي من شأنها إعاقة الحركة بها. نصر قيدي. نظرا للتقلبات الجوية التي شهدتها مدينة الأغواط بصفة خاصة، تدخلت فرق ديوان الوطني للتطهير لمعالجة النقاط السوداء وذلك مع المؤسسة التابعة للقطاع تحت إشراف مديرة الوحدة السيدة فوزية بوعيش. سيكون ديوان الوطني للتطهير وحدة الأغواط حاضر في كل تدخلات إن شاء الله.